أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية توافر السلع والمنتجات بجميع منافذ وزارة الزراعة على مستوى الجمهورية وبأسعار مناسبة. وكلف مدبولي وزير الزراعة باستمرار متابعة الأسواق لضمان توفر مختلف أنواع السلع والمنتجات التي تطرحها الوزارة بمنافذها باستمرار طوال العام وبأسعار مناسبة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التزام الحكومة بتطبيق سعر ضمان توريد القطن والذي سبق إعلانه في فبراير الماضي. جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء مع وزراء الزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار والتجارة، وذلك بهدف تدبير التمويل اللازم لشراء الأقطان المصرية وفقا لسعر الضمان السابق إعلانه. وصلت مؤسسة حياة كريمة لليوم الثامن على التوالي تقديم خدماتها للمواطنين بمحافظة البحيرة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. لليوم الثامن على التوالي واصلت مؤسسة حياة كريمة تقديم خدماتها للمواطنين لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في أكثر من موقع بمحافظة البحيرة ضمن مجموعة من المحافظات التي تستهدفها الحملة من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. وانطلقت المبادرة اليوم بمراكز أبو حمص ومجلس قرية صفت الحرية بإتاي البارود والرحمانية وسط إقبال كبير من الأهالي. نحن في مجلس قرية صفت الحرية أمام مجلس قرية صفت الحرية في حملة توزيع اللحوم بسعر مناسب للمواطنين 185 جنيه فقط تخفيفا على كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية اللي المواطن بمر بيها. طبعا سيادة الرئيس بدأ الحملة دي تقريبا من أسبوع أو 10 أيام لما أعطى تعليماته لمؤسسة حياة كريمة في إن احنا ننزل للنجوع والقرى والمراكز عند أهالينا في الريف تخفيفا على عاتقهم من الظروف اللي بتمر بيها. اسعارنا النهارده اللحوم ب 185 جنيه. عايز نقول يعني ان احنا المواطنين حاسين بعبء شويه الفتره اللي فاتت، يمكن احنا النهارده بنخف عليهم شويه ضمن الغلاء اللي موجود والاسعار اللي موجوده. النهارده سعر اللحمه ب 185 جنيه والحمد لله الفيدباك او الناس يعني استجابتها للحمه او النوع اللحمه كويسه خالص. وشهدت فعاليات الحمله توافد اعداد كبيره من المواطنين لشراء اللحوم باسعار مخفضه، كما تم توفير كميات كبيرة من اللحوم بمدينة شبرخيت، حيث أعلنت الحملة مواصلة عملها خلال الأيام المقبلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. الإقبال طبعا زي ما أنت شايف حضرتك إقبال كبير جدا، واللحمة بسم الله ما شاء الله حاجة جامدة خالص، والناس احنا ما كناش متوقعين الإقبال النهاردة، ولكن النهاردة الوضع بسم الله ما شاء الله احنا مبسوطين من اليوم يعني. وجاءت أسعار اللحوم بسيارات الحملة لتناسب الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث جاءت اللحوم بأسعار 185 جنيها للكيلوغرام. وصلت مؤسسة حياة كريمة إطلاق مبادرة توفير اللحوم المجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين بمحافظة بني سويف. وصلت المبادرة أعمالها من داخل مركز ببا، حيث توفر مؤسسة حياة كريمة اللحوم من خلال المنفذ بسعر 185 جنيها للكيلو الواحد من اللحوم المجمدة. هذا وتواصل مبادرة حياة كريمة بيع وتوزيع اللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة بمحافظة الجيزة. جاء ذلك وسط إقبال كبير من المواطنين على منافذ المبادرة التي تهدف لمواجهة جشع التجار وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. انطلاقا من دور المؤسسة المجتمعي واستمرار لدورها في تخفيف الأعباء وتوفير حياة كريمة لأهالينا المواطنين سواء بقى على كافة ربوع الجمهورية، ولو بنتكلم على محافظة الجيزة فاحنا منتشرين على كافة أحياء ومراكز المحافظة. احنا متواجدين النهاردة في اليوم 16 على التوالي. كل اللي جايين قاعدين يقولوا ما تمشوش، لو حضرتك حتى سألتيهم دلوقتي هم احنا دلوقتي كاتبين ان احنا اخر يوم لنا مثلا الخميس، فكله بيقول لا لازم تستمروا لان جودة حاجتكم جميلة جدا وجربناها، وانا شخصيا جربت اللحمة والكبدة من هنا ما شاء الله في فرق كتير جدا عن بره. متطوعة من حياة كريمة، النهاردة 9 يوم لنا النهاردة، اللحمة بلدي مطبوحة النهاردة 310 في اي قطعة. بنفتح من 8 الصبح لحد 6 المغرب، كيلو اللحمة ب 310 موجود، كل حاجة بفتيك
كوارع، كاوي، اي قطعيه المشتري بيختارها احنا بنقطعها له ونديها له. تواصل مؤسسة حياة كريمة بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين في محافظة الشرقية، ويأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. والله حياة كريمة عاملة إنجاز كبير في موضوع اللحوم دوت وموضوع الشوادر على مستوى المحافظات. الحمد لله ربنا قدرنا النهارده عربيه جات لنا الحمد لله اول مره في مدينه تهية، وان شاء الله هتتكرر تاني. احنا جربنا اللحمه ديت اكتر من مره ولقيناها فوق الممتازه ودرجه عاليه من النظافه، اللحمه نظيفه يعني تاكل من غير مش اي شبهات يعني تمام. وانا اللحمه انا جربتها من الزقازيق، كنت في الزقازيق وجربتها من الزقازيق، ولما سمعت ان هي فيها نزلت مخصوص هي عشان اخد منها بصراحه يعني. بصراحه لحمه ممتازه يعني، احنا جربناها قبل كده كنا في الزقازيق وجبناها من المنفذ، فحبينا نشتريها من تاني يعني، هي بصراحة كويسة خالص. سجل معدل التضخم في روسيا انخفاضا ليصل إلى 8.6% على أساس سنوي في شهر سبتمبر الماضي. يأتي ذلك في حين يتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي الروسي برفع سعر الفائدة من 19% إلى 20% في وقت لاحق من هذا الشهر عقب اجتماعه المتوقع في 25 أكتوبر الجاري.